باريس pleasure now من برلين، to welcome the ويسرني President of أن the French أرحب الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron. السيد إيمانويل ماكرون، after being our guest at بعد أن the كان Munich ضيفنا conference في in مؤتمر this ميونخ very hall في هذه القاعة a year ago. بالذات منذ عام. This is his second time هذه المرة to الثانية speak to التي us. يتكلم أو يلقي فيها خطابا لنا will أمامنا. السيد ماكرون سوف يقوم French, بالتكلم باللغة الفرنسية، وقد وافق على طبعا الإجابة عن عدد من الأسئلة في أو بعض الأسئلة في اللغة الإنجليزية لاحقا. أنا يسرني جدا أن أتكلم معكم مجددا هنا في ميونخ. الكلمة لكم. أنا يسرني جدا أن أكون هنا معكم. قبل أن أجيب عن الأسئلة أريد أن أقول أن المستشارة الألمانية والرئيس الأمريكي طبعا عبارا عن أمور أنا طبعا أتوافق معها تماما. التحدي الذي طرحتموه عن كيفية أو كيف سوف يكون الغرب مفيدا في طبعا التصدي للتحديات، أعتقد أننا نلعب دورا تاريخيا اليوم. وهنا أريد أن أتكلم عن فكرتين أساسيتين. أولا، يجب علينا بين أمريكيين وأوروبيين أن نجد طبعا قيم مشتركة، أو بما أنه لدينا قيم مشتركة يجب أن يكون هناك طريقة أو سبل متعددة الأطراف تكون لها ثمار ناجحة، وذلك وهنا أتكلم عن التغير المناخي وعن حفظ الحريات، حرية التعبير، وطبعا نبذ الكره وطبعا القيم الديمقراطية. أعتقد أنها أمور أساسية، وطبعا يجب أن نفكر في كيفية التصدي لعدم الإنصاف، لأننا إذا أردنا النجاح في عملية العولمة وبشكل خاص الغرب، طبعا الغرب لن ينجح الغرب إلا إذا تعاون مع طبعا جيرانه وواجه عدم المساواة. طبعا يجب أن يكون هناك استجابة اقتصادية، وهنا أتكلم عن الأجندة مع أفريقيا وعدد من الدول الأخرى التي بحاجة إلى مساعدتنا مثل الديون الأفريقية، ومثلا هي أيضا أجندة صحية. هنا أيضا أتوافق مع ما قال الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية، لدينا تحدي مشترك، لقد اجتزنا المراحل الأولى منه ونجحنا بطريقة مبهرة بالابتكار من أجل خلق لقاحات جديدة. أعتقد أنه إذا أردنا إنجاح تعددية الأطراف فإن التحدي أمامنا هو أننا نحن كأوروبيين أو أمريكيين أن نسمح لكل دول العالم الوصول، أن نتيح لها الوصول إلى اللقاحات وتحسين النظام الصحي. هذا طبعا في صلب ما طرحناه في مارس 2020 أمام منظمة الصحة العالمية. طبعا هناك مبالغ كبيرة قد تم التعهد بتقديمها. أنا أدافع عن فكرة معينة، وبعد طبعا مناقشات مع الجهة الأفريقية. هناك 6.5 مليون من العاملين في القطاع الصحي في أفريقيا، وإذا نحن أردنا طبعا أن نؤمن 13 مليون جرعة لطبعا أفريقيا، فهذا يمثل 0.43% من الجرعات التي قدمناها أو التي طلبناها بالأحرى. طبعا إذا ما قمنا بذلك فإن الغرب سوف يكون له مكان في أفريقيا، ولكن إذا ما قمنا بمنح جرعات سوف يكون إذا فشلنا في إعطاء هذه الجرعات فسوف طبعا يقوم الأفارقة بشراء هذه الجرعات من الصين وروسيا وغيرها، وطبعا هنا قوة الغرب سوف تكون فكرة، مجرد فكرة بالنسبة للأفارقة ولن تكون فاعلا. النقطة الثانية الأساسية بجهة العمل معا كأوروبيين وأمريكيين هو الأجندة الأمريكية. أنجيلا ميركل قالت وبشكل مفصل عدة أمور أنا أتوافق معها في هذا
الإطار هذه الأجندة، ولا أريد أن أكرر ما طرحته بشكل واضح، ولكن بالنسبة للأجندة الأمنية المشتركة ثم ثلاثة أمور يجب أن نقوم بها معا. أولا بناء أو إعادة بناء الأجندة أو الأجندة الهندسية الأمنية، وكل ما قلته في هذا الشأن العام الماضي لا يزال صالحا اليوم. طبعا تم عمل إنجازه وبشكل كبير، وطبعا يجب أن ننطلق منه من أجل هيكلة عملنا في حلف الناتو للأعوام المقبلة. طبعا هندسة الأمن المشترك طبعا هو يجب أن يأخذ بعين الاعتبار روسيا. الأمر الثاني هو قدرتنا على تصحيح الأوضاع الإقليمية في الساحل. نحن نحارب داعش ونحارب الإرهاب، وأيضا نحاربه في ناغورني كاراباخ وفي سوريا وفي العراق، وطبعا يجب أن نفكر في طريقة تنسيق رد فعلنا أو عملنا بهذا الإطار باحترام كبير، وطبعا من أجل التمكن من إيجاد حل لهذه الأوضاع بصفتنا حلفاء وشركاء من أجل بناء حلول مشتركة. وطبعا إيران هي أيضا وضع يجب أن ننظر إلى حله. طبعا نقطة إضافية هي الحفاظ على حرية السيادة، وأعني بذلك طبعا إنها عبارة استخدمها رئيس وزراء أسترالي، وطبعا هو تكلم عن ذلك في مجال الفضاء وفي المجال البحري لأنها مجالات خلاف جديدة. وطبعا حماية سيادة السيادة في هذه المجالات أمر مهم، وهو في صلب أجندتنا الهندية. وطبعا هذه إذن أتكلم عن حماية السيادة أو حرية السيادة، وطبعا بناء هندسة أمنية واضحة. لن أطيل الحديث لأنني وافقت على الإجابة على عدد من الأسئلة. شكرا جزيلا سيد الرئيس. أعتقد أنه لدينا بالفعل الوقت للإجابة على عدد من الأسئلة. سأبدأ بهذا السؤال، سؤال مفهومي. لقد شرحتم بعدة مناسبات مفهوم الاستقلالية الاستراتيجية وما يجب أن يعنيه ذلك وما يمكن أن يعنيه هذا المصطلح بالنسبة لأوروبا وللاتحاد الأوروبي. هذا المفهوم عندما نتحدث عنه في هذا الحدث يفهمه البعض. إذن كانت هذه كلمة أيضا للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في مؤتمر ميونخ للأمن.